خدمة الكرازة أنا أؤمن بيها من وأنا شاب صغير. كان أنا فاكر وأنا في مرحلة الثانوي، اللي هي كان زمن الثانوي القديم، يعني كانت ثالثة ثانوي يسموها أولى ثانوي دلوقتي، كنت أخدم في مدرسة أحد وكانوا يدونا كتب نقراها زي كتب التبشيرية، اللي هي مثلا بين لحوم اكل البشر، بين اكل لحوم البشر، شارل كولسون ملكة السود البيضاء. كان في جمعية اسمها اس بي سي كده تجيب الكتب دي في مصر، كجاوة خطيب مدينتين. فأنا من الفترة دي حبيت خدمة الكرازة، وكنت أشتهي في يوم من الأيام إن أكون أخدم الخدمة دي، وأنا لسه مخدتش الثانوية العامة التوجيهية، كان أيامنا التوجيهية. ودايما كنت بصلي من أجل النفوس اللي هي لا تعرف المسيح وعايشة في ظلام الوثنية، لغاية لما طبعا دخلت الجامعة وتخرجت ورحت الدير، والبابا كرولوس بعت لي درس عشان يستدعيني أخدم في البطرخان. في الوقت ده جا شبان أفريقيين علشان يتدربوا على خدمة الكرازة، فالبابا كرولوس لقى قدامه بس أنا أبونا أنطونيوس السورياني اللي هو أنا عشان اخد بالي من الشبان دول، كانوا حوالي 18 شاب من شمال، من جنوب السودان وغرب السودان، من مناطق كردفان وجوبا والحتت دي. انا قعدت معهم، قصه باختصار يعني، في الفتره الاولى عملنا معهد البابوي للكرازه في كوتسكا، عارف كوتسكا اللي فيه في المعادي، كان المعهد ده كان أول معهد كرازة يتعمل في أيام البابا كرولوس، وكنت أنا مسؤول عنه. قعدت معاهم في الوقت ده عدة أشهر، حوالي 6 شهور، ولقينا إنه في ضرورة إن حد يروح يدرس الكرازة على الطبيعة في مناطق الوثنيين. فالبابا كرولوس بعتني في سنة 66 علشان أدرس إمكانية العمل الكرازي بين الشعوب الوثنية. أنا كنت فاكر هقعد كام شهر وأرجع وأكون خلصت الدراسة. استمرت الحكاية دي سنتين، بدرس بروح المناطق الغابات وبروح المناطق الوثنية وانتقل من قبيلة لقبيلة، في لأن السودان فيه وثنيين كتير وزي افريقيا فيها وثنيين كتير. فوجدنا انه ينبغي ان يكون هناك تركيز للعمل بين الوثنيين في مناطق قبائل الافريقيه. ترددت على القبائل وتعرفت عليها، وكان من ضمن كان ال 18 شاب اللي كانوا معانا في كوتسكا رجعوا بعد كده السودان عشان يخدموا معايا، نروح قبائلهم ونتعلم من معاهم. وهم كانت الوقت ده مش مسموح لواحد ابيض ان يدخل الجبال دي، يسموها جبال النوبه او جبال او الجنوب، إلا بترخيص خاص وإجراءات روتينية كبيرة يعني. لكن كنت أبعد الخدام يدرسوا أصول الموعظين، وكنت أنا أروح أعمد. المعموديات كانت أول معمودية تمت في العصر الحديث من الوثنيين في القبائل جوه القبيلة جوه الغابة، كان يوم 17 فبراير سنة 71، عمدنا 19 واحد، عشان كده التاريخ ده مهم جدا في تاريخ الكرازة. احنا رسالتنا اساسا للوثنيين،
اللي ما يعرفوش حاجة عن، يعني زي ما بيقول الكتاب، لا يعرفون يمينهم من شمالهم. ودلوقتي نشكر ربنا العمل امتد استمر، ونيافة الأنباء إيليا ونيافة الأنباء صلمون في السودان بيقوموا بالخدمة دي، وبعد كده جاء نيافة أنباء أنطونيوس مرقس ونيافة أنباء بولس وبيكملوا الخدمة. لكن البداية الأولى الوثنيين اللي اتعمدوا في الغابة كان يوم 17 فبراير سنة 71. عشان كده أنا في رأيي إن لو عملنا يوم لاحتفال يعني عيد الكرازة يبقى هو اليوم ده هو. طبعا الحديث عن الكرازة طريقته ومنهجه وصعوباته وإمكانياته موضوع كبير قوي، لكن أكتفي بأن أنا أقول إنه الكنيسة بتاعتنا، أنا رحت شفت مبشرين من كنائس مختلفة موجودين في القارة. أنا كنت وأنا في الفترة دي كنت بروح السودان، الحبشة، إريتريا، زامبيا، تنزانيا، غانا، نيجيريا، أبيجان، اسمها ليبيريا، رحت بلاد كتيرة في الحبشة، وزرت مناطق كرازية كتيرة، زرت مناطق كرازية كتيرة، وجدت إن الشبان اللي عندنا الطاقة الروحية بتاعتهم والحماس الروحي بتاعهم يفوق أي مبشر جاي من أي حتة تانية. عشان كده إحنا عندنا في الكنيسة أولاد الكنيسة عندهم طاقة روحية وعندهم غيرة وحماس يقدروا يخدموا بيه في أماكن كتير. عشان كده يستحسن، يجب إن إحنا نشجع العناصر الشابة من ولادنا وبناتنا يروحوا ويكرزوا، وهم دلوقتي بيقوموا عمل كرز مع آباء أسافر ذكرت أساميهم، بيقوموا عمل كويس. إثيوبيا بالنسبة لي الأول كنت بروح لها في مهام رسمية، زي مثلا نياحة البطرك للأنبا باسيليوس الأربعين بتاعه، بروح أهان الإمبراطور بعيد ميلاده، كان 23 يوليا عيد ميلاد الإمبراطور، كنت زي ما البابا شنودة كان دايما يبعتني. لكن وأنا هناك ابتديت أتعرف على المجتمع الإثيوبي، فحصل إنه لما اترسم أبونا تيوفروس بطرك لإثيوبيا طلب من الأنبا قداس الأنبا كورولوس، كان لسه البابا كورولوس، إن يبعت رهبان يخدموا في الحبشة. كنت أنا ساعتها في السودان، فبعت لي وهو في فبراير سنة 71 قبل ما يتنيح بكام يوم، بعت لي رسالة قالت روح الحبشة تخدم. طبعا كان بتوع السودان مرتبطين بالريال، لكن البابا أبا دانيال بطل السودان قال لهم ده كلام البابا ما اقدرش افسره. سيدنا البابا اتنيح في سنة 9 مارس سنة 71، وكان سايب رسالة ان انا اروح فين؟ الحبشة. فكان علي لازم اتطوع. كان في الوقت ده كانت لندن طالبة مني ان انا اروح ابتدي معهم مشروع الكنيسة الجديدة. فقلت اروح من السودان اروح انجلترا اقعد شهر شهرين ثلاثة حسب ما الكنيسة تاخد وقت في تأسيس الكنيسة. ففعلا أخدت حوالي 3 شهور وشهرين ثلاثة في سنة 71، وعملنا أول قداس في لندن في 20/6/71، كان في كنيسة مستعارة اسمها سانت أندروس تشيرش في هولبورن في لندن. ده كان أول قداس اتعمل. بعد كده سلمت الخدمة للأنبا، نيابة الأنبا رويس اللي هو كان ساعتها أبونا متياس السورياني، وطلعت من لندن إلى إثيوبيا مباشرة علشان أكمل وصية الأنبا كورولوس الخامس. فوانا في رحت لما رحت الحبشة كنت متصور إن أنا هخدم 3 خدمات، أدرس في المعاهد اللاهوتية بتاعتهم وأرعى الأقباط
وإذا كان في علاقات مودة بيننا وبين الكنيسة الأثيوبية أقوم بيها، فكان ده الهدف. قعدت 3 شهور في أثيوبيا أخدم في كان بلدس اسمها قدس بولس، وأتقابل مع البطرك سيدنا أبو أما تيوفروس اللي كان في الوقت ده هوت، وأكون علاقة محبة مع إخواتنا الأثيوبيين. في 1/11 وقعت القرعة على أبونا أما شنودة أسقف التعليم علشان يبقى البطل، فجيت أحضر رسامته، وأنا جاي أسافر قال خليك معانا عشان إحنا عاوزينك تبقى معانا في مصر. انتهت خدمتي في اثيوبيا في هذا التاريخ. فكانت اثيوبيا في بدايه من رحنا ليها علاقات محبه ومجاملات وخدمات بقدر ما نقدمها، ولغايه لما جيت في مصر على الابورشيه هنا. ليبيا. ليبيا بقى جت ايه؟ انا لما كنت بخدم في خدمة الكرازة في إثيوبيا وفي السودان وفي قبائل إفريقيا، كنت مرتبط بخدمة الكرازة. لما سيدنا البابا شنودة قالت عاوزينك تخدم في مصر في البحيرة وبروشيات مصر، قلت له سيدنا أنا محب للكرازة فخليني في خدمة الكرازة، وربنا علمني دروس كثيرة وانا تحت امرك، انا ما احبش يعني اخالف. فلقيتهم ما انبسطش من الحكايه دي، لان كان اهل البحيره طالبين ان انا اللي اكون اسرف عليهم، وقالوا لو ما كنتش انت بقى مش عاوزين اسرف. طبعا البابا كان رايه من حق الرعيه ان تختار رعيه. فلقيت سيدنا هيبقى محصور بين الاثنين، انا مش راضي والشعب مصر. فلما لقيته يعني هيصعب عليهم انا قلت له خلاص زي ما تشوف. في التوقيت ده نشأت الاحتياج إلى خدمة الخمس مدن الغربية. الخمس مدن الغربية اللي هي ليبيا. فقلت كويس، الخمس مدن الغربية ده عمل كرازي ويبقى خدمة للكنيسة، وطوعت سيدنا البابا وريحته وهاخدم خدمة كرازية. هو فعلا رحت خدمة ليبيا على أساس إنها خدمة إيه؟ خدمة كرازية. أول مرة رحت ليبيا كان سنة في يناير سنة 72، عيد الغطاس سنة 72. قابلت المسؤولين قلت لهم إن في أقباط موجودين دلوقتي هنا نحتاج إن إحنا نقدم لهم كنيسة. فالحقيقة المسؤولين الليبيين أظهروا محبة وعطونا كنيسة. البابا شنودة راح في مارس سنة 71 وأهدي كنيسة من العقيد، واستعملناها كنيسة الأقباط، استمرت. فهي دلوقتي مقفولة عشان الظروف الأخيرة، لكن السلطات الليبية في الوقت ده أظهرت لينا محبة. ابتدينا بقى نخدم في ليبيا بين أولادنا العاملين في المجتمع الليبي، لأن كان في أقباط كتير بيشتغلوا في ليبيا. فعملنا كنيسة في طرابلس باسم ماري مرقص، في ابتدت في فبراير سنة 71، وفي نفس الوقت خدمنا في بنغازي كنيسة الأنبا أنطونيوس في بنغازي، وكنا بنصلي في كنيسة يونانية لغاية لما أعطي لنا كنيسة سنة 87 باسم أنبا أنطونيوس. وبعد كده كنيسة في مصراتة في سنة 2004 2005 حاجة زي كده باسم العذراء وماري جرجس، والـ3 كنائس دول لازالوا لغاية بتوعنا، لغاية دلوقتي موجودين بتوعنا. وفي كنيسة كانت مأجرين بيت في البيضة، في البيضة اللي هي جنب القيروان اللي بالنسبة لنا القيرواني. فكان بقى لينا 4 كنايس في ليبيا. جت الظروف الأخيرة طبعا كلكم عارفينها، الكنائس مغلقة لكن موجودة على اسم الكنيسة الأرثية. هل شايف إن الأوضاع دلوقتي
تتطلب كرازة أكثر في شمال أفريقيا؟ بس الكرازة وصية إنجيلية، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا الخليقة كلها. فالإحساس بالكرازة ضرورة إنجيلية للعالم كله، وأيضا ضرورة كنسية، لأن الكنيسة بتاعتنا كنيسة جامعة من كل الشعوب. والوصية من يقدر أن يفعل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة له. فكل الاعتبارات تشير إلى أنه ينبغي أن يكون هناك كرازة بالإنجيل في العالم أجمع. كل ما يكون عندنا فرصة لخدمة الكرازة نقوم بها وحسب ما بالقدر المستطاع لنا يعني. لكن الكرازة بالإنجيل ضرورة إنجيلية كنسية، ويجب أن احنا نطبعها، ومعزية جدا. وطبعا في دلوقتي وعي كرازي في الكنيسة القبطية، في أبروشيات مهتمة بخدمة الكرازة، وفي كهنة مهتمين بخدمة الكرازة، ونصلي ربنا يوفقهم ويستمروا في العمل.